السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا فيكم على قناة شجرة المعلومات. في هذا الفيديو راح نتعرف على كيف نقوم بإضافة الأصوات إلى اللعبة. مثلا تقوم بالدخول إلى مبنى ثم سوف يظهر أو تستمع إلى صوت مثلا قادم من خلفك ويعني ومن ثم ينتهي. فلنقوم بهذا الأمر سوف نقوم بالتوجه إلى الرابط الذي سوف تجدونه أسفل هذا الفيديو، ثم ننزل إلى أسفل ونقوم بتحميل هذا الملف. وبعد التحميل يمكنك أيضا تحميل الأصوات التي سوف نستخدمها في هذا الفيديو، ويمكنك أيضا البحث عن المزيد من الأصوات من خلال هذا الرابط. بعد ذلك سوف نقوم بسحبهم إلى البرنامج. سوف نقوم بالدخول إلى المشروع، ثم بعد ذلك سوف نقوم بسحب هذا الملف إلى هنا وملف الأصوات قمت بإضافتهم مسبقا. سوف نقوم بالدخول إلى سكريبت، ثم نأتي إلى ملف انمي سوند. هذا هو. سوف نقوم بإنشاء مثلا أرضية أو أي شيء تريده من هنا، يعني مربع أي شيء، ولكن أرضية أفضل بهذا الشكل. ثم سوف نقوم باستدارتها إلى مثلا مكان معين. عندما تقوم بالدخول إليه سوف يصدر الصوت. فمثلا على سبيل المثال سوف أقوم بإضافته إلى هنا. عندما أقوم بالدخول إلى هذه الكنيسة سوف يصدر الصوت، سوف يصدر صوت يعني مرعب بهذا الشكل على سبيل المثال هنا. جيد. ثم سوف نقوم بالضغط على هذا الخيار ونقوم بإزالة علامة الصح من على هذا الخيار بهذا الشكل. ثم سوف نقوم بتسمية الأرضية بدور، يعني نقوم بإجعال الاسم مميز نوعا ما أو تقوم بتمييزه. بعد ذلك سوف نقوم بسحب ملف السكريبت إلى هنا مباشرة. سوف يظهر هنا لدينا البلاير اللي هو اللاعب، هذا هو، وهنا الصوت الذي يعني تريد تشغيله عندما يمر فيه اللاعب. مثلا على سبيل المثال صوت الدور، صوت الدور مثلا. وأيضا نقوم بالضغط على أد، ثم نقوم بالضغط على أوديو، ثم بعدها نقوم بالضغط على هذا الخيار لكي يتم استماع، لكي يتم إصدار الصوت. وسوف تلاحظ أنه تم إضافة هذا الصوت. سوف يمكنك تكبيره، يمكنك تكبيره، يعني عندما تقترب إليه سوف تسمع صوت أعلى. وأيضا أمر أخير، تقوم بإنشاء ملف سكريبت بهذه الطريقة، ثم تقوم بتسميته دور أو أي شيء تريده. ثم بعدها نقوم بالدخول إلى هذا الملف بهذا الشكل، هذا الملف. ثم سوف نقوم ب يعني تحديد الكل، ثم نضغط على كوبي بهذا الشكل. ثم نقوم بالدخول إلى الملف الذي قمنا بإنشائه ونقوم بالدخول إليه، ثم سوف نقوم بسحب نقوم بالدخول إلى الملف، ثم نقوم بتحديد الكل ونقوم بلصقه هنا. سوف نقوم بتعديله لكي يكون الصوت يعني أو لا يختفي إلا بعد فترة محددة. فهنا سوف نقوم ب يعني هنا عدد الثواني، يعني جعل الملف الصوتي أو طول الملف الصوتي هنا مثلا على سبيل المثال 5 ثواني. ثم سوف نقوم بالحفظ، نفس الشيء بالنسبة للأمور يعني الأصوات الأخرى. فقد يكون الصوت يعني لا ينتهي بشكل سريع. إذا سوف نقوم بحذف هذا الملف الذي قمنا بإنشائه مسبقا، الذي قمنا بسحبه مسبقا، ونقوم بإضافة الملف الجديد. ونقوم هنا بالضغط على هذا الخيارين، ثم هنا نقوم بسحب الدور إلى هنا مباشرة، ثم نقوم بتشغيله.
الآن بعد التشغيل سوف نقوم يعني عندما ندخل كما تلاحظون بقي فترة معينة ثم انتهى، يعني نصف ثانية ثم انتهى. ونفس الشيء بالنسبة للأصوات الباقية. الآن قم بتكرار الأمر على كيفك، يعني قم بالضغط هنا بهذا الشكل ثم تقوم بتكراره، ومثلا نسميه قدم على سبيل المثال، ثم نقوم بسحبه إلى أي مكان تريده في اللعبة، مثلا هنا. إذا كان الملف الصوتي حجمه أو طوله كبير تقوم بإنشاء ملف سكريبت آخر ثم تقوم بسحبه إلى هنا. سوف نقوم بتجربة الأمر، عندما نقوم بالمرور هنا كما تلاحظون واختفى. والآن لنقوم بتجربة الأمر الآخر، هذا هو. كما تسمعون نسيت أن أقوم بتغيير الصوت. فبهذه الطريقة تستطيع يعني عمل أي شيء تريده في اللعبة، إضافة أصوات مرعبة على كيفك، يمكنك عمل اللعبة على كيفك. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة، أتمنى أن تعجبكم. لا تنسى النقر على زر لايك والاشتراك إذا كنت زائر جديد، وأي سؤال وأي استفسار أرجو أتركه في تعليق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.